هنقول بسم الله ونشوف شابتر 3 بس الكويستشنز ويلا يا جريد 6 نقول اول كويستشن. I think the green dragon goes to London. اعتقد اني الجرين دراجون ده هو التنين الاخضر بيروح لندن. That's where father is. اللي بابانا هناك فيها. He hasn't written to yet to us yet. هو لسه ما كاتب لناش لحد دلوقتي. Who said these words? الجملة دي معناها مين اللي قال الكلمات دي؟ To whom؟ لمين؟ Phyllis to Roberta and Peter. Phyllis اللي قالتها لمين؟ لروبرتو وبيتر. When did the green dragon go past? بيروح امتى او بيمر امتى؟ 9:15 every morning. الساعة 9 وربع كل صباح. What did mother say about father? الأم قالت ايه على الأب بناء على كلام روبرتا؟ قالت ان هو she said that he had been too busy. قالت ان هو ايه مشغول جدا. When the green dragon goes by, let's wave to it. When the green dragon goes by, let's wave to it. يعني أول ما الجرين دراجون ده هو يعدي جنبينا يلا بينا مين نشاور له. مين اللي قالتها برضو؟ Who said these words to whom? Phyllis to Roberta and Peter. Phyllis اللي قالتها روبرتا وبيتر. Why did he or she say that? ليه قالت الكلمة دي؟ To send further their love. عشان تبعت الايه؟ التحيات والحب ايه؟ لباباهم. Who waved back? مين اللي شاور لهم؟ مين اللي رجع شاور لهم بقى لما شاوروا له؟ An old gentleman. Let's celebrate. Peter. اهو السؤال اللي انا قلت لك حط عليه underline. يلا نحتفل. Peter, go to the village and buy some cakes for our tea. يا بيتر خد فلوس وروح الايه؟ القريه اشتري لنا بعض الكيك للشاي. Who said these words? مين اللي قالت الكلمات دي؟ To whom? لمين؟ Mother to the children أو to her children. الأم هي اللي قالت الجمل دي أو الكلمات دي. Why did he she ask children to celebrate? ليه قالت للأطفال يلا نحتفل؟ Because she sold one of her stories. عشان بعت واحدة من القصص بتاعتها للchildren's globe. Which magazine would print the story? أهو أي مجلة هيطبع فيها القصة دي؟ The Children's Magazine. The Children's Globe اللي هي عالم الايه الأطفال. That's in the past. Let's say no more about it. Where are you off? يعني ايه؟ الموضوع ده كان في الماضي اهو. قول لي دلوقتي ما خلينا ايه ما نتكلمش عنه تاني. قول لي بقى دلوقتي انت رايح فيه. يعني ايه؟ الموضوع ده اللي هو موضوع السرقة ده كان في الماضي. خلينا ما نتكلمش عنه تاني. قول لي بقى انت رايح فين. Who said these words to whom? مين اللي قال الكلمات دي وقالها لمين؟ The station master to Peter. يبقى الستيشن ماستر قالها لمين؟ لبيتر. نظر المحطة قالها لبيتر. Where did he or she go that morning? أين ذهب بيتر في الصباح ده؟ كان رايح فين؟ He went to the village. كان رايح القرية. ليه؟ عشان يشتري كيك زي ما اتفقنا. Why did he or she say let's say no more? ليه هو قال خلينا ما نتكلمش عن الموضوع ده تاني؟ Because Peter felt sorry about stealing the coal. عشان بيتر طبعا كان شعر بالأسف وكان عمال وش أحمر وبصص في الأرض كده. فنظر المحطة لما إيه شافه بالشكل ده قال له إيه خلينا ما نتكلمش عن الموضوع ده اللي فات فات بقى يعني ما تأزمش نفسك قوي كده. Number five, I'm going to buy some cakes for tea. أنا رايع علشان أشتري إيه كيك للشاي. Who said these words? مين اللي قال الجمل دي أو الكلمات دي؟ To whom? لمين؟ Peter to the station master. شفت الدنيا بقت سهلة ازاي؟ يبقى بيتر قالها لمين؟ لنظر المحط. ركز ياللي هناك. How did mother get money to buy cakes? كيف حصلت الأم على فلوس علشان تشتري الكيك؟ ده كان سؤال مين؟ نظر المحطة. ازاي وانتوا فقراء؟ By selling one of her stories. عن طريق ان هي باعت واحدة من الايه القصص بتاعتها. Number C. أنا بيج نمبر 36. For whom did mother write her stories? لمين بقى كانت الأم بتكتب القصص دي؟ For children. للأطفال. Number six. Mother writes stories for children. And when she sells one, we have cakes for tea. يعني الأم بتكتب قصص للأطفال ولما بتبعها إحنا إيه؟ بن إيه؟ بنشتري كيك. للشاي. Who said these words to whom? مين اللي قال الكلمات دي وقالها لمين؟ Peter to the station master. يبقى ده كان رد بيتر لما قال له مش انتوا فقراء يا ابني؟ قال له اه حضرتك احنا فقراء بس والله الموضوع كذا كذا. وحكى له بقى. What should the speaker be for mother?
يعني ايه السبيكر ده المتكلم اللي هو قال الجمل ده هي. ماشي، قال ايه؟ he should be proud of his clever mother. يعني ايه؟ يعني بيقول له اللي انت لازم تكون فخور بمين؟ بمامتك الشاطره دي. يبقى السبيكر اللي هو المين؟ المتكلم. was this family poor or rich؟ هل الاسره دي فقيره ولا غنيه؟ they were poor، هما كانوا فقراء. I met the station master yesterday. أنا قابلت ناظر المحطة امبارح. And he invited us to visit him. وهو دعانا إن إحنا إيه نزوره. Who said these words to whom? Peter to his sisters. يبقى ممكن أقول Peter to Phyllis and Roberta. ممكن أقول Peter to his sisters. يعني أنا قابلت ناظر المحطة امبارح وعزمنا على المحطة، يبقى اللي قالها Peter لإخواته. What did the station master give each other? أو each one إدهم إيه؟ طبعاً ده كان سؤال، فاكر؟ he gave them an orange each، إده كل واحد إيه؟ برتقانة. And he gave Peter a notebook اللي هي كان اسمها إيه؟ train spotting، مفكرة القطارات. Why did the station master give him a notebook؟ ليه إداله المفكرة دي؟ قال لي هنا هو to write down the names of the trains، عشان يكتب أسامي مين؟ القطارات. My head hurts and my throat is sore and my face is so hot. يبقى دي كده ايه الاعراض بتاعه الام، ان دماغي مصدعه او وجعاني وعندي احتقان في الحلق وعندي وشي ايه في حراره. Who said these words to whom؟ مين اللي قالت الكلمات دي والمين؟ mother to her children. بعد كده what did he or she feel in the evening؟ هي حست بايه في المساء؟ she felt much worse. خلي بالك في الصباح كانت bitter، في المساء كانت ايه؟ much worse، كانت سيئة جدا، يعني حالتها كانت مزددة ايه؟ سوء. who went to fetch Dr. Forrest؟ مين اللي راح عشان يجيب Dr. Forrest؟ Peter went to fetch Dr. Forrest. Peter هو اللي راح يجيب مين؟ Dr. Forrest. please come and see my mother. تعالى لو سمحت وشوف مامتي. مين اللي قالها الكلمة دي؟ who said these words to whom؟ Peter to Dr. Forrest. why did he or she ask him to see mother؟ ليه هو مناديله عشان يشوف مامته؟ because she was very ill، عشان هي كانت مريضة جدا. where did he or she take him or her؟ اين خده؟ خده فين؟ he took him to the house. يبقى هنا ايه؟ بيتر ده خده فين؟ للبيت، عشان ام فين؟ مريضة في البيت. your mother has flu my dear. يعني ايه؟ مامكو يا ايه يا عزيزي او يا عزيزتي عندها انفلونزا. she will need looking after، هي محتاجة عناية. Do you want to be my nurse؟ تحبي تبقى انت الممرضة بتاعتي اللي تعتني بمامتك؟ Who says these words to whom؟ يبقى دكتور فورست قال الجملة دي مين؟ لروبرتا. كمل معايا شاطر. What kind of food did mother need؟ ايه نوع الطعام اللي الام كانت محتاجاه بناء على كلام الراجل الطيب الطيب الدكتور ده؟ cold meat cheese fresh fruit and milk. يعني كانت محتاجة لحم بارد وجبنة وفاكهة طازجة ولبن. Why did mother need this food؟ ليه الأم محتاجة الطعام ده كله؟ علشان to be stronger، عشان تكون إيه؟ قوية أو أقوى. Number 11 tell Mrs. Vinny to make us all some soup. يعني إيه؟ قولي لمسز فيني تعمل لنا بعض الشوربة. Will you wash my hands and face؟ مش ممكن تغسلي لي إيديا وتغسلي لي وشي؟ Who said these words to whom؟ من اللي قالت الكلمات دي وقالتها لمين؟ mother to Roberta. الأم قالتها روبرتا. Why did he she ask Mrs. Vinny to make some soup؟ ليه قالت اللي Mrs. Vinny تعمل لنا شوربة؟ because they were poor، عشان هم كانوا فقراء مش هتقدر ان هي تشتري الحاجات اللي الدكتور ده قالها. How did he or she make him her more comfortable؟ خلي بالك هو بيدي مذكر ومؤنث ليه؟ عشان ما بينكش ايه من اللي قال. يبقى مين اللي ايه اللي خلى الأم دي مرتاحة او يعني طبب الأم كده؟ كانت ايه؟ ده هو بيقول لك كيف كيف تجعلها هي كومفورتبل. she washed her hands and face. يعني ايه ريحتها ازاي روبرتا دي؟ عن طريق ان هي غسلت لها ايديها ووشها. we need much number 12 we need much more than our pocket money. احنا محتاجين اكتر من مصروف جبنا. مين اللي قال دي الكلمات دي وقالها لمين؟ Peter to his sisters. Peter قالها لاخواته. why did they need much money؟ ليه هم محتاجين فلوس اكتر؟ to buy good food for their sick mother. يبقى هنا هو علشان ايه؟ يشتروا الطعام لمين؟ لمامتهم المريضة. يبقى ليه هم محتاجين فلوس كتير؟ عشان يشتروا طعام لمامتهم المريضة.
what must they think of? هما كانوا بيفكروا في إيه؟ They must think of another way. كانوا بيفكروا في طريقة مختلفة to get things for their sick mother. عشان يحصلوا على الأشياء لمامتهم من المريض. كمل معايا number 13. I feel a bit better now. يعني تعلم معايا عن questions اللي أنا بقولها دي. I feel a bit better now. أنا حاسة أن أنا كويسة دلوقتي. I will be alright in a few days. أنا هكون كويسة خلال أيام. We see these words to whom. من اللي قالت الكلمات دي لمين؟ Mother to her children. يبقى الأم لمين؟ لأطفالها. Did they buy things for her or him? هل هي هيشتروا أشياء لها؟ No, they didn't. هم مش هيشتروا لها الأشياء دي. ليه؟ لأن هم معوش فلوس. Where did Roberta sleep these days? الأم كانت روبرتا كانت بتنام فين الأيام دي؟ In mother's room. زي ما قلنا طبعا عشان تديها مية أو لبن أو تشرب. Number 14. Did you get the things on the list? هل جبتوا الحاجات اللي في القائمة اللي أنا كتبتها لكم؟ I didn't see any fresh fruit in your mother's room. أنا مش شايف أي إيه فاكهة تذكر في إيه في حجرة الأمهات أو الأم. مين اللي قالها؟ دكتور فورستر روبرتا. قال لها طبعا الجملة دي. Why weren't there any fruits? ليه ما كانش في أي فاكهة؟ Because they couldn't afford to buy them. من أنهم ما كانش قادرين يدفعوا يشتروا الحاجات دي. Why did they need these things? لهم محتاجين الحاجات دي to make the mother stronger عشان يخلوا الأم إيه أقوى. تعال نشوف بيج نمبر 38-15. An old man left this at the station. The station master told me to bring it. يعني إيه؟ يعني في راجل عجوز ساب الحاجات ده في المحطة ونظر المحطة قال لي إيه أحضرها لكم. Who said these words to whom? من اللي قال الكلمات دي وقالها لمين؟ The porter to Peter and Roberta. يبقى هنا هو The porter to Peter and Roberta. يعني الشيال قالها لمين؟ لبيتر وروبرتا لما كان جايب لهم الصندوق اللي فيه الايه الحاجات بتاعته. What things did he or she bring? ايه الاشياء اللي جابها؟ He brought a large basket. سلة ضخمة. That had lots of food for mother. يبقى فيها أطعمة كتيرة. انت مش عايز تحدد الأطعمة ما فيش مشكلة. قول lots of food وخلاص. يبقى فيها أطعمة كتيرة لمين؟ للأم. What did he or she gave Roberta. هنا هو هو ادى ايه لروبرتا؟ He gave her bunch of pink roses. اداها ايه باقة او حزمة من الورود الايه البامبا. I think it was the right thing to do. اعتقد ان كان افضل حاجة عملناها او نعملها. Who said these words to whom? يبقى Phyllis to Roberta and Phyllis. يبقى هنا هو اللي قالت الجملة دي او الكلمات دي Phyllis لروبرتا وبيتها. What was the right thing? إيه الشيء الصح اللي هم عملوه؟ That they asked the old gentleman for help. إن هم طلبوا من old gentleman الإيه؟ المساعدة. Who agreed with his opinion؟ مين اتفق معاها في الرأي؟ كانت روبرتا agreed. Number 17. I feel much better today. أنا حاسة إن أنا إيه؟ أفضل النهاردة. I'm going to get up and do some writing. أنا حاسة إن أنا أفضل. أنا هقوم من السرير وهعمل بعض الكتابات. أكتب بعض الكتابات. مين اللي قالتها؟ Mother to her children. أم لأطفالها. How long did he or she stay in bed? قعدت قد ايه في السرير؟ قعدت 2 weeks. السؤال ده مهم قوي. قعدت قد ايه في السرير عيانة؟ اسبوعين. What did the children do after that? الاطفال عملوا ايه بعد كده؟ They wrote a message to the old gentleman. لما كتبوا ايه رسالة كده للراجل العجوز ان امنا كويسة. شكرا. I'm sorry. Number 18. I'm sorry. I was so angry and it's true that we are poor now. But we have enough money. يعني أنا أسفة أن أنا كنت إيه عصبية معاكم وغاضبة عليكم بس إيه حقيقي أن إحنا فقراء بس إحنا إيه عندنا ما يكفي من المال. من اللي قالتها؟ المذر تو هير تشيلدرن. Why was he or she angry? ليهم ليه هي كانت غاضبة؟ Because her children asked strangers for help. عشان إيه الأطفال دول طلبوا من الغرباء المساعدة. What mustn't they do? إيه اللي كانوا لا يجب إن هم يعملوه؟ They mustn't tell strangers about their problems. إن هم يجب إن هم يقولوش للغرباء عن إيه مشاكلهم. Number 19. He was so kind. You can't give the letter. You can give the letter to the station master. يعني إيه هو كان طيب معانا. أنتوا ممكن تدوا الخطاب ده لمين؟ للستيشن ماستر يوصله له. الأم اللي قالت الكلام ده للتشيلدرين. Why did he or she write this? His letter. ليه الأم كتبت this letter؟ ليه الأم كتبت الخطاب ده؟ She wanted to thank the old gentleman. عشان كانت عايزة تشكر مين؟ The old gentleman. تعال نكمل يا مستر.
What did the children promise their mother? الأطفال وعدوا أمهم بإيه؟ They never asked things from strangers. وعدوها إن هم مش هيطلبوا الحاجات الأشياء مرة تانية من الغرباء. Thank you everybody. شكرا جدا إن أنتوا استحملتوني لحد دلوقتي. يلا بينا ناخد chapter 4.